ما بترحمش انت حتى على فيسبوك ان شاء الله. ليه؟ يعني حلو الروح اللي انت عاملها، بتقلش على اي حاجة وعلى اي حاجة ان شاء الله. انا على نفسك ما بلاقيش حد يقلش علي. لا بس انا انا افتكرت خدتها في جنب تاني. لا لا ان انا ما برحمش اي حد في الحق غير القلش. لا احنا بنهزر مع بعض كل والعلمك والعلمك انا بتحذر كل شوية بسبب القلش ده. يعني انا لسه محظور لحد دلوقتي على صفحتي ثلاث مرات ورا بعض، شهر شهر شهر. ما بيفهموش يعني، هم مبرمجين الكمبيوتر عندهم. يعني بقول له واحد صديق بينزل عليه، قلت له حاجه اضربك وارجع تاني. فانا جه فصلني شهر. هي كلمه اضربك دي بقت عنده بتاع حاجه مش عارف ايه. يعني مارك فضلنا فاكر ايه؟ مارك ده متقيل اصلا، مارك رزم ده رزم يعني، ويظهر والدوه في الحصومات ولا ايه؟ مش عارف كده. بس موضوع العالم الافتراضي ده والموضوع يتنقل تلاقي الجرام مع ايه الجوله. بص انا بالنسبه للعالم الافتراضي والبتاع ده انا كسبت منه قوي صدقات. صدقات حلوه قوي، وصدقات بقت يعني داخليا يعني بقت قريبه قوي، وبقينا نتزاور وبتاع وحاجات كده. لكن مش كل العالم الافتراضي لا خالص خالص. يعني ربنا يديك الصحه والعافيه دايما، بس بتمر بازمات صحيه بتلاقي مين جنبك بصراحه؟ بلاقي مين جنبي؟ الحبايب كله يعني. وبعدين انا ما بمرش بازمات صحيه زي اللي بيكتبوها عني في الجرايد يا اخوانا. انا مبهدلني في الجرايد، يقولوا صلوا من اجله. ودخلت عملت عمليه جراحيه في سبتمبر اللي فات، فحد من المواقع الاخباريه دي مش عارف اسمهم ايه كلموا على تليفوني، فبنتي ردت. فبيقولوا لها ايه الاخبار وكده، قالت لا هو خلاص خلص العمليه كويس، هما بيفوقوه بجوه، بيفوقوه من البنك وهيجيبوه لنا على طول. فقال لك صلوا من اجله وبتاع وحاجات كده. وبعدين طلعوا خبر الوفاه بعد كده، ودخلوني الاول انتنسيف كير وبعدين طلعوا خبر الوفاه. يعني حاجه غريبه جدا، بيستظرفوا دمه. بس ده حلو بالنسبه لي. ليه بقى؟ لاني اكتشفت محبه الناس ليا، فده شيء جميل يعني، ده شيء حلو قوي انك تكتشف. بس اللي بيزعلك ان في ناس بتتخض بجد عليك، وخصوصا اللي بعاد. يعني لقيت تليفونات جايه من المغرب، من السعوديه، من بيروت، مش عارف من ايه يا اخوانا، من المانيا. ليه ده كله الناس بقى يعني هم روزله في الحته دي بس.